صحيح نشوفه اللي ارتفعت الوتيرة نتاع الإيقافات، ولكن أكثر من هذا أنه الإيقافات أصبحت نوعية. الإيقافات ولات تشمل أكثر الصحفيين، المدونين، ناشطين المجتمع، نشطاء المجتمع المدني، محامين، جمع بين المحاماة والإعلام. فالحقيقة النقطة المشتركة بين جملة هذه الملفات هي النزعة نحو تكميم الأفواه وضرب حرية التعبير. هذا الاستنتاج الأولاني نشوفوه في كل الملفات. الحملة بتاع التتبعات القضائية هي قاعدة تتأسس على قانون أنا نعتبره مخطر، قانون خطير جدا، لأنه قانون يمس أهم الحقوق والحريات متاع المواطنين. يهم الحق في التعبير، حرية التعبير والصحافة والإعلام، ويهم الحرية. الحرية اللي هي الأساس وهي المبدأ في كل إجراء وفي كل تعامل معناها قضائي مع المظنون فيهم، مشتبه فيهم، ولا المتهمين. بالتالي آخر حاجة نجم نمسوها في الإنسان هي حريته وقت اللي يكون محل تتبع. وذلك علاش نحن القوانين تلقى فيها احترام قانون البراءة، الأصل والمبدأ هو الحرية، الاستثناء هو سلب الحرية هذه، وسلب الحرية حفها المشرع والمواثيق الدولية بجملة شروط. معناها ما نجمش مجرم معناها خطير جدا ولا قادر أنه يرتكب جرائم أخرى إذا هو باش يقعد طليق، أو يمكن أنه يمحي معالم وآثار الجريمة اللي هو محل تتبع من أجلها، تقول لي ولا غير معلوم المقر، فإمكانية كبيرة أنه يهرب. هذا كل معناه ناخذوها بعين الاعتبار في قرارنا كمعناه سلطة قضائية باش تقول نوقف ونسلب له حريته هذايا حتى تتم المحاكمة ولا لا. إذا ما فماش هالخطورة هذه، واللي هي قطعا ما فماش وقت اللي نتعامل مع صحفيين، إعلاميين، مفكرين، نقاد، سياسيين، نشطاء مجتمع مدني، هذا ما فماش حتى خطورة منها. والإجراءات الاحترازية تنجم أنت تقول باش يهرب، نجم هي أخو طائرة لفرنسا ويهرب، نجم نعمل له إجراء بتاع تحجير سفر. وقت اللي تجي تعطي معناها أركان متاع جرائم اللي كي تجي تحللها بكل الطرق كل الوسائل ومن كل شيء تنجم تقراها النص تلقاه يحكي على حرية التعبير وحرية الصحافة، ما هوش يحكي على الثلب والقذف، ولا يحكي على يعني تنقيط المناخ الديمقراطي وأخلقت النقد والنقاش السياسي. مش صحيح، عنا القوانين الكفيلة بالقيام بهذه المهمة، عنا المجال الجزائية فيها راهو جرائم القذف والثلب، عن المرسوم 115 بالنسبة مش للصحافيين برك، 115 يتعلق بحرية التعبير والصحافة والإعلام والنشر كل. يعني حتى اللي يحب يعبر وهو ما هوش صحفي وما هوش إعلامي ينجم ينطبق عليه المرسوم 115، جي عام مهمش كان الصحافيين، وتم تطبيقه على غير الصحافيين في المحاكم التونسية. وقت اللي أنا نجي نقول هذه حكومة فاشلة، معناها نجم نلقى روحي محل تتبع بالمرسوم هذا، ومسيت من معنويات الحكومة، أنا فشلت من اللي كانت تجيب برشا فلوس للبلاد وتشيخ الشعب، هاي فشلت علاش على التصريح بتاعي. القانون هذا يحط معناها نشعر أنه خلى النيابة تحب تعيش وحدها في السيفيل، الناس كل موقفة تقعد النيابة العمومية شوية خدم يوفر لهم الخبز يوفر لهم الكسكسي ومقرونة باش يعيشوا، والباقي كل في الحبس، كل من يتكلم راه في الحبس. هو واضح وقت اللي حيثيات الملف هي اللي تخليك تفهم انه القاضي معناه يحكم بقناعته حسب ما هو موجود في اوراق القضيه، ولا يحكم بخلفيه سياسيه او ميولات سياسيه او ضغوطات سياسيه. راه وقت اللي نجيو نسكروا بين مكاتب تاع قضاة بين ليله ونهار دون احترام الاجراءات، دائما يشكل ضغط على القضاة. قاضي يقول لك تبكي امي ما تبكيش امي، انا خويا شنو ملف فيه تعبير على راي مس من الحكومه مقد كذا، والتوجه العام انه نحكمه بالسجن، يقول لك نجم نحكم بالسجن.
وهي ملفات من حيث المبدأ قناعتي أنا شخصية أنه لا يمكن الإدانة فيها، كما عمل مسرحي ما ينجمش يقيم قاضي، كما عمل فني ما ينجمش يقيم قاضي، كما الكرة كوارجي ما ينجمش يقيم قاضي. خير الليكيب ناسيونال ما تلعبش مليح نحكم عليهم بالحبس، زاد مسهم معنويات شعب كامل ما نجمش. فما اضطر، فما جهات مختصة باش تقيم. نفس الشيء حرية التعبير، مش مجالك انت انك تقيم طريقة تعبير او تقيم نقد معين لواقعة او لحدث او لاداء اي جهة كانت، طالما انت ما عندكش الاليات هذه اللي تخول لك انك تقيم وتحق. اذا فما مس من الكرامة، اذا فما نسبة امور خطيرة اللي تشوه سمعة، اللي تسيء، اللي تخلي انسان ممسوس في كرامته وفي شرفه وكذا، انقلك. انه المرسوم 54 التطبيقات متاعه انتقائية. انا عندي منوبين اللي قدمت في حقهم بشكايات اللي ينطبق عليها المرسوم 54، وتلقى شكاية تقعد عام وعام ونص والمشتكى به في حال صراح، وقت اللي هو مس من شرف امرأة وتسبلها في مشاكل عائلية، فما قضايا طلاق، فما كذا، لأنه مسبلها أمور غير حقيقية، واليوم ملف ريقت ما يخدوش فيه إجراء. هالسرعة متاع الإيقاف هذي واتخاذ قرار الاحتفاظ وحط في الحبس من بعد نشوف، مع مجرمين مخطرين ما يخذوهاش، والملفات عندي تلقى التدليس متاع عقود مليارات بين خواص هاش في إدارات، وتلقى النيابة تتحرك في عقلها وفرقة البحث تتحرك في عقلها، وقد ما نحثوهم وقد ما طلبوا منهم الإسراع ما يتحركوش. فبالتالي نقول لك راهو الانتقاء في تطبيق المرسوم هذايا خليه قانون خطير. اليوم مش معقول مشهد إعلامي في تونس نلقاوه يحكي كان على الإشهار ويبيع معناها مغازات، معناها في التلفاز ومغازات في الراديوات، وما فما حتى نقاش جدي، فما حتى نقاش في الشأن العام، حتى كي يحكي يحكيوا باحتشام ويحكيوا بخوف. ما اليوم ما يحكيوش على هيئة الانتخابات، اليوم ما يحكيوش على الداخلية وأدائها في تنظيم المباريات وتعاملها مع الجمهور، اليوم ما يحكيوش مع المسؤولين في الديوان بأريحية نسمع فيهم اليوم بركة في الراديو. يعني فما حذر في الحديث في المواضيع متاع الشأن العام، لأنه علاش كلام بسيط يسر، سواء سوني دهمان شوفك البلاد الهيلة كلام راهو يتقال في كل بلاصة، في كل تركينة في البلاد راهي تتقال، هي طريقة تعبير متاع استياء من وضع سيء وراو ما عاش نجم نعيشو فيه. نعبرو بالطريقة هذيك في برشا بلايص، ينجم كان جات الهيكاء موجودة بوتاتر يمكن تسلط عقوبة من نوع آخر كما تعودنا بها في الهيكاء، عقوبة مالية على المؤسسة وعلى الإعلام. سنعطيك مراد الزغيدي، إنسان نعرفوه اللي هو إنسان موضوعي ما عندوش انتماءات، ما هوش صدامي، ما هوش حدي، مش اكستريميست. التصريحات والمقاطع اللي موجودة الكل ما فيها حتى إساءة لأي جهة كانت، حتى كي يتعرف بالنقد للأداء معين مراد الزغيدي عنده أسلوبه المقبول من الكل. مش يكون مثلا يوسخ في المجال الإعلامي مراد الزغيدي، وتلقى القاضي رغم ذلك الناس الكل تجمع اللي تقرأوا الدوسي كل من محامين، من صحافة، من نشطاء، من مراقبين، من منظمات دولية تجي وتشوف وتطلع، تقولك شنو الكلام اللي شنية الإساءة اللي حصلت من هذا. القاضي بيده في المحكمة يعجز وأنه يستنطق في خصوص الإساءة، يكتفي أنت قلت هكا، أي قلت جاسوم، قال جاسوم اللي قلته، لأنه اللي قلته ما في حتى إساءة. نعطيك ملف حسام الحجلاوي. حسام الحجلاوي أول ما تفارت تتبعات فتح البحث على إساءة إلى الغير عبر وسائل التواصل الاجتماعي، اللي هو معناه مجال الاتصالات فصل 86، كي مشالهم يمكن فاقوا قانونا وأنه الأجل سقطت بتاع التتبع، خاطر الحكاية صارت عام 2020 في أيام الكورونا، وتوجه بكلام لاذع للأمنيين وقتها كما التوانسة الكل في فرض حظر التجول، كان تصرف عنيف وكان سلوك غير مقبول من المجتمع التونسي، فالناس كل عبرت على استيائها، هو عبر زاد كذلك وطريقته. كي لقاو الأجل سقطت، معناها الجريمة سقطت بمرور زمن، خاطر عندها 4 سنين،
ولاو فتحوا التليفون نتاعو وشافوا التدوينات الاخيره الحديثه حديثه بالنسبه لهم هم بالنسبه لحسين الحجلاوي راهي تعود لسنه 23 ما كتبش تدوينات من بعد لقاوها ينطبق عليها المرسوم 54 فوجهوا له التهمه على اساس المرسوم 54 يعني شديتوا على الاساءه نتاع 86 كي لقيتها ما تركبش زدت ل 54 وهاو دي ستاتيو اللي مس فيهم الامن ومن الرئاسه ومن ادري شنو اليوم مش صحيح ما مسش وتحكم بالإدانة 9 شهور سورسي نعتبره اللي هو صحيح ربحنا وأنه مش مسلوب الحرية كما غيره ولكن زاد راهو الإدانة تقلق